عبد النعمان حقيقة كان أمة بمفرده، كان يمثل الأحرار جميعا. أول من تصدى للمشروع الحوثي على مستوى اليمن، وأول من قهر الغزاة في مدينة التربة ثم في تعز ثم في بقية المناطق ضباب والأحكوم والمسراخ. عبد النعمان كان حارس تعز. بهذه الكلمات ودع القائد عبد الله حسن الشيباني رفيق دربه في النضال والبطولة العقيد عبد النعمان الزريقي قائد مقاومة الحجرية قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع بشاه. كان الشهيد الزريقي يصول ويجول في الدفاع عن الوطن ومشعلا اجتماعيا وروحيا لأبناء تعز. هذا الرجل الذي وقف من أول يوم ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية في 24 مارس 2015، والذي استطاع مع إخوانه المقاومين أن يطرد الحوثي من الحجرية وأن يحافظ على الحجرية ويقف سدا منيعا ضد الغزو القادم من حيفان والأحكوم، واستمرت السنوات في المقاومة يقود المقاومة ومع إخوانه، واستطاع أن يحرر مناطق وقرى في الأحكوم وتباب وجبال. مواقف كثيرة للشهيد الزريقي كان فيها جبلا شامخا أمام المؤامرات التي توحك بتعز، رغم ما تعرض لاستهداف منزله في التربة، فكانت قناة سهيل وثقت ما حدث له من قبل تلك العناصر الخارجية عن القانون. نضالنا وجهادنا وقتالنا من أجل استرداد الدولة، من أجل القانون في كل مرة، وهم يعتدوا علينا حتى يظنوا أنهم سيوقفون عن مسيرتنا، لكن نحن عاهدنا الله وعاهدنا شهداءنا وعاهدنا جرحانا أن سنبقى متمسكون وسنبقى في جبهاتنا. كوني قائد جبهة في الحكومة والمقاطرة، سنبقى ندفع للأمام في تحرير تعز وكل الوطن. وبإدارة عسكرية وحنكة وشجاعة تمثلت بتلك المعارك التي جرت في الحجرية وتكللت بنجاح كسر شوكة الميليشيات الحوثية الإنقلابية، كان الزريقي يقودها مع رفاقه لينتقل إلى جبهة الأحكوم حيفان. استشهدت القائد عبد النعمان وهو في الخطة الأولى، وهو في الخط الأول مع أبنائه ومقاتليه. يعود الشهيد عبد النعمان من مؤسسين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فبانضمامهم إلى الجيش الوطني هم اللي بنت الأولى لهذا الجيش. نحن نقول اليوم، لا نقول أكثر ما قاله الفضول، أرضنا بوركت من ولادة، كل ما ولى على الشهد على الساحة عظيمة شهدت منا عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمينا مستقيما. الميدان يصنع البطولات والتاريخ لا يرحم أحد، فالدفاع عن الجمهورية والوطن يكون ثمنه التضحية بالروح والدم حتى تحرير اليمن. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.